ايه رايك في دونجا النهارده؟ لعيب كبير يستحق الانضمام للمنتخب. انا شايف ان حاليا دونجا في المكان بتاعه دلوقتي هو احسن سته في مصر. هو ولا مروان؟ ايه هو ولا مروان؟ ماشي، ما هو انا دلوقتي بعمل مقارنه بين اتنين. ماشي، واحد كان غايب النهارده، انا بتكلم على ماتش النهارده، بقاله ماتشين. ما الاثنين يبقوا في المنتخب. الله ينور عليك، بقاله ماتشين دونجا على فكره، يعني ماتش الاتحاد عامله رائع. لا هو بقاله فتره رائع، الماتش اللي قبليه عامله رائع، النهارده عامله رائع من في افضل الكاس، ماتش السوبر اللي هو كان كويس جدا. احسن لاعب في الانترو بقول ايه، انا شفت طارق حامد النهارده في الزمالك في استمراريه كمان، خد بالك يا كريم، بقاله كام ماتش في كورته كويسه، احسن من طارق في كورته كويسه لانه بيبني. ايوه بالظبط، خد بالك بيبني، وعامل كبير جدا جدا، مساعد للراجل في بنى اللعب من تحت مع عبد الله السعيد. وبعدين خد بالك في الحته الدفاعيه ده، في واحده النهارده اتزحلق عليها على رضا سليم اللي كان هيتصف فيها جول، ودي شيء برضو دي من مميزات الجديده لدونجا، ان هو بيغطي مع ان الجول برضو منه في يعني جزء يتحمل، انما دونجا شاف ان انضمام المنتخب بقى امر مفروغ منه. ليه وعمر جابر وفي لعيبه كتير في بس انا هو ساند دونجا على دونجا. وعمر جابر كمان بالمناسبه اخيرا بياخد حقه، يعني لازم عمر جابر دائما ينتقد، طبعا الان الامور بالنسبه له جيده لما المدرب بس اشتغل لما ركز هو. خلي بالك برضو ممكن يكون بينتقد لان فتره اللعيبه اللي موجوده ما ساعدتوش، مع هو مش كان جاي من بيراميدز برضو التركيز بتاعه ما كانش، لما الدنيا مشي كويس. اسالك سؤال كمدرب وكلاعب، تمام، انت كمدرب مش ممكن بطريقه لعبك تاذي اللعيب في الملعب، تخليه يظهر بشكل مش كويس؟ المدرب اللي مشي ده من الزمالك اسمه ايه؟ سوريو. بالظبط، ده نازل الفرقه كلها. هو كان بيذينا احنا واحنا بنتفرج، كان بيذينا احنا. فده اللي اقصده، احيانا اللاعبين بعض اللاعبين يظلموا بسبب تكتيك المدرب وشغله. والله انا ما كنتش عارف هو بيلعب ايه، هو عايز ايه مننا، طب هو بيدخل ابو فتوح جوه، طب مين هيخش مكان مين، طب مين هيروح فين، اللي هو يعني فعلا بيأذي اللعيبه كمان. يعني مش معنى ان اللعيب بتاعك دوت في الماتشات الوديه بيأدي لك الاداء ده كويس فانت تيجي تنفذه في المباراه، ممكن يكون بيضحكوا عليك في الماتشات الوديه. لا، في لعيبه كتير كده على فكره، وتطلب منه ست ادوار مثلا في الملعب في مباراه كتير، واللاعب المصري ما يقدرش، اللاعب المصري تدي له حاجتين بالظبط. طيب مفيش ادوار مركبه، هي دي بقى، ما تديلوش ادوار مركبه. لا مفيش ادوار مركبه، اسمع الجمله دي دايما. بص، مش الكواليتي بتاعنا اللي ياخد دور مركب خالص يا كريم، بس في بعض اللاعبين يقدروا، زيزو، عبد الله شويه، ممكن ممكن مين في النادي الاهلي، مروان امام، حمدي فتحي لما كان موجود في في بعض. ما هو خد بالك برضو لما بتتكلم، احنا عندنا كام لعيب في الدوري الممتاز كتير بقى، يعني لما نفسك بتعد على صابع ايدك الواحده بالعافيه، دي جنايه، دي جنايه. ده انت عندك يعني لو هنبص على الاجيال، يا نهار ابيض على جيل مثلا النادي الاهلي وجيل الزمالك من 2000 ل 2010، هتلاقي بقى عد بقى حدث ولا حرج. في نص الملعب تامر عبد الحميد وحسن مصطفى وحسن عبد ربي وشوقي لا لا، عد ولعت مش لا، وفي ناس تانية كمان في حرس الحدود. الله ينور عليك، في انديه تانية صغيره كتير جدا كان فيها لعيبه كبار قوي طبعًا. يعني ده حمص ده كان حاجه بنت لذينه، وعنده استعداد والمقدره الفنيه ان انت تديله ادوار مركبه وينفذها، ما عندكش مشكله. حلو.